أعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الآن في جولة جميلة في بلد المغرب، راح أورجيكم شخص مبدع بطريقة مش معقولة. يعني كيف من أبسط الإمكانيات قدر يعمل حاجة روعة. خلوكم معي. عثمان. احلى عثمان من المغرب، المبدع الكبير. هذا فيديو ان شاء الله راح انزله عشان الناس تعرف الواحد لما بده يبدع كيف بيبدع. شوفوا يا جماعه، البيانو مع الجيتار، مع الجيتار مربوط بحاجه مش، والميكروفون تبعه الميكروفون تبعه هيك فيها برضه اداه موسيقيه، وهي الأجهزة اللي عملها. ما في أكثر من هيك إبداع من الأخ عثمان. مباركين يا أهل المغرب بهذا الشخص. يا جماعة، البني آدم إذا بده بيبدع بيبدع لو وين مكان يكون، لكن الواحد لازم يكون في عنده يعني ثقة في النفس، وإن شاء الله بالإصرار تبعه رح يصل الهدف.